هنكمل باقي محتوى جوزيف ستالين، هنتكلم عن The Great Purge في الفيديو ده، التطهير العظيم. تعالوا نحكي الحكاية. حدث متكرر حكينا فيه مع النازيين وهتلر في ليلة السكاكين الطويلة The Night of the Long Knives، وتكرر كتير قوي عندنا في مصر وعلى مدار التاريخ بيتكرر فكرة انه الحاكم بيعلن السلطة المطلقة ليه، هو بيتخلص من اي حد من النظام السابق، اي حد مهدده، جاسوس، خاين، عميل، اي حد ممكن يهدد حكمه وسلطته بيتم التخلص منه. فما هواش حاجة عادية، ولكن حاجة متكررة قارئ التاريخ مطلع عليها ومتعود انه يشوفها. اول ما حاكم جديد يمسك السلطة يبتدي يخلص على اي حد هو شاكك فيه ومهدده. انما الجديد وستالين بتاع كل جديد، ستالين ما تخلصش من الاعداء والجواسيس، هو تخلص من صحاب، يعني الناس اللي اكلت معاه عيش وملح وفي ثقة مطلقة ما بينهم وكده، هو تخلص منهم هم كمان. يلا لو حاولنا نقارن ما بين ستالين وهتلر، هتلر كان ثاير قوي للعرق الآري، ان هو يتهان في الحرب العالمية الاولى ولازم العرق الآري ده يعني ياخد كل الخير ويستحق الاحسن، وان هو عرق مميز ومنفرد وبينا نقوم ناخد حقنا وتحت قيادة رجل واحد اللي هو هتلر يعني، وان احنا نثأر اللي رحنا واللي حصل فينا في الحرب والكلام ده كله. فهتلر كان مهووس بفكرة القيادة والثأر للعرق الآري بس كده. فلم الناس تحت مظلة واحدة، مظلة الحزب النازي تحت قيادة رجل واحد، هو القائد، هو الأب، هو ولي أمر العرق الآري. إنما ستالين بالنسبة له فكرة الأب ولي الأمر والقائد دي تنفع لفريق كشافة في مدينة البط، يعني ما يكلش معاه الكلام ده خالص. ستالين شايف نفسه أهم من كده بكتير، ستالين شايف نفسه إله. في أجزاء أولانية كنت بحكي لكم أن أمه كانت عايزة السيس، فهو قال لها أنا اللي هبقى إله مش السيس لإله تاني. فخطاب لستالين لما بيقف يدي خطابات، والحقيقة ربنا حرمه من الكاريزما، يعني ما شافهاش من قريب أو من بعيد، عكس مثلا هتلر وجوبلز، الناس دي كان عندهم فعلا فن الخطابة وإقناع الجماهير والتأثير على الجمهور، وعندهم كانت حاجات كده جود جيفن كده ربنا مديها لهم يعني نفحة. إنما ستالين لا من قريب ولا من بعيد، وش زجاجي صب ما فيش أي حاجة، ومع ذلك كان لما يدي الخطاب اللي هو لا أثر في جماهير ولا عمل أي حاجة من اللي المفروض تتعمل، يعني كان يقف كده بمنتهى العظمة يستنى الناس تسقف له، اللي هو اتفضلوا انتوا سقفوا لي بقى شوية عشان أنا عايز أحس بعظمة. يعني هو بجد كان بيقعد يحسب لهم الستوب ووتش كده، اللي هو هتسقفوا لي تلت ساعة، ساعة إلا ربع، حاجة في الرينج ده. فلو حد مثلا إيده وجعته وبطل تسقيف، ده على طول بيتاخد ويتعدل. تخيلوا. Перед рабочим классом. Перед крестьянством. Перед интеллигенцией. الروس بيحكوا انه في المدارس ما كانوش عندهم معلومات خالص على فكرة وجود اله ربنا والاديان السماوية، الحاجات دي ما كانوش يعرفوها. الحاجة الوحيدة اللي يعرفوها ستالين هو الاله الوحيد. وفي التربية الاب والام كانوا بيعلموا ولادهم ان ولائهم يكون لستالين، والاب والام مش مشكلة يجوا في مرتبة تانية ولا تالتة، مش موضوعنا، المهم ان الطفل يطلع ولائه لستالين هو ده الاله. وفي البيوت كمان لازم صور ستالين تكون منتشرة غير البانرات والتماثيل. لو البوليس السري دخل بيت بالصدفة وما لقاش صور ستالين متعلقة في البيت، بيقبض عليهم ويقتلهم. طبعا الاعلام والصحافة ملهاش خالص ان هي تتكلم عن حالة اجتماعية، معسكرات ستالينية، حالة فقر وجوع، تدهور اقتصادي، سعر عملة، حالة الجريمة وصلت لفين، حالة المجتمع والناس من تشرد ومش لاقين ياكلوا، ولا اي حد يقدر ان هو يتكلم ويقول حاجة ضد او سلبية على حكم ستالين. كلهم كانوا بيسبحوا بحمده وعايشين احسن عيشة وفي رفاهية ومبسوطين، وهم بيعانوا معاناة وما سابش حد الا موت. حتى هتلر لما كان بيحاول يقنع الجماهير بفكرة ان هم يسمعوا كلامه ويمشوا وراه وان هو قائد وان هو يستحق والحاجات دي، كان على طول بيجيبها في حتة دويتشلاند، وان هو متجوز دويتشلاند وحبه الاول والاخير دويتشلاند، هو بيجيبها في الحتة دي اللي هو تابعوني من اجل مصلحة دويتشلاند. انما ستالين لا، روسيا ايه؟ اتحاد سوفيتي ايه؟ انا هعمل الاتحاد السوفيتي وكده علشان انا ستالين،
يعني كل حاجة تنسب ليه ولعظمته وجنون العظمة والنرجسية اللي كانت عنده، ما كانش بيعمل من أجل الاتحاد السوفيتي وروسيا لا 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 لا، هو بعبقريته الرهيبة اللي وصل روسيا، يعني هو اللي بيصب على البلد مش بيعمل من أجل البلد. شخصيات السايكوباتية هي شخصيات في غاية الذكاء، ساذج قوي اللي ممكن يتخيل أن الشخص السايكوباتي ده غبي أو ذكاؤه محدود. بالعكس، شخص السايكوباتي شخصية ذكية جدا جدا جدا. استنى، لما كان بيدخل عليه حد في الحزب وكان بيكون أعلى منه وأشطر منه وأذكى منه أكاديميا وعسكريا وسياسيا وكل حاجة، كان هتبقى غباء قوي لو كان ستالين فكر ان هو يشن عليه حرب ويكره الناس فيه ويتكلم عليه وجو بقى العصافير والحاجات اللي احنا بنشوفها في بيئة العمل دي حاجة ساذجة جدا. ستالين كان بيدخل يصاحب الشخص اللي مهدده واللي داخل ياخد مكانته واللي هيسيطر اكتر منه، كان بيبقى صديقه الانتيم، ياكلوا ويشربوا مع بعض وينزلوا يسهروا ويباتوا عند بعض وياخد ثقته الكاملة علشان محدش ابدا يشك ان ممكن ستالين يتلاعب او يخون هذا الشخص، عمرها ما هتيجي من صاحب، وبرده الشخص هيديله الامان وهيديله المفاتيح كلها. وعشان كده كان بيمسك الوظائف المملة اللي الناس كانت بتنفر منها. ذكرنا ان هو كان سكرتير الحزب وكان كوميسار اوف ناشوناليتيز، مفوض قوميات، حاجه روتينيه لكن على طول عينه بتكون على الاعضاء والناس ومين داخل ومين خارج وعلاقات مين ببعض، وهو اللي بيعمل الاجتماعات وواصل للناس كلها وفيري ويل كونكتد. لما نيجي نقارن ستالين بتروتسكي هنلاقي ان ستالين ده صفر على الشمال جنب تروتسكي. تروتسكي عسكريا كان قوي، هو اللي كان بيقود الجيش الاحمر في عدم وجود لينين، كان تروتسكي عتهد وبيعرف يقف ويقود، كان قائد قوي جدا، غير ان هو انتلكتشوال، شخص ذكي جدا ومثقف واكاديمي ولبق وبيعرف يتكلم، غير ان هو عنده مهارات اجتماعيه، كان بيعرف يتواصل مع الناس كلها، وكان محبوب قوي من الشعب. لما اتقبض عليه الناس، هي الشعب هو اللي دافع عن تروتسكي ورجعوه. فرغم المقاومات الرهيبه اللي عند تروتسكي دي، الا انه في الاخر اتنفى واتقتل، واللي مسك السلطة اللي أقل منه بكتير موهبة ومقاومات جوزيف ستالين. وغير الوظائف المملة اللي كان جوزيف ستالين بيمتهنها ومسكها، فكان عضو في البوليت بيورو، وده المكتب السياسي، وهو صانع القرار في المقام الأول في الحزب وفي الاتحاد السوفيتي لحد بقى ما انفض سنة 91. بس البوليت بيورو ده كان برضو حاجة مهمة جدا، هو يكون عضو وشايف أعضاء البوليت بيورو بيكلموا في إيه وعلاقتهم ببعض وعاملين إيه والخطط، والباك سين كله كان مدروس كويس قوي من قبل جوزيف ستالين. ويبتدي جوزيف ستالين يلعب لعبته الدنيئة زي ما يكون بيلعب شطرنج، وعمال بيسقط الناس حواليه واحد ورا التاني من اللي ممكن يهددوه وياخدوا المكانة اللي هو طول عمره طمعان فيها. لينين مات موتة طبيعية، عي ومات، وكان ستالين ورا مقتل أو إعدام نيكولاس الثاني، القيصر نيكولاس الثاني، علشان يقطع الامل خالص على الجيش الابيض ويتهدوا خالص انه مش راجعين، خلاص خلصت. وهنحكي برضو، انا مصر على تروتسكي عشان متضايقه له بصراحه، بس نفاه وقتله. في واحد كان مهم جدا لازم ستالين يتخلص منه، اسمه سيرجي كيروف. من اول ما كيروف انضم للحزب وستالين حطه في دماغه، في عليه علامة واضحة جدا انه ده لازم يتخلص منه. لكن تاني، ستالين مش غبي، كان لازم يضمن انه كيروف عمره ما يشك فيه ولا يخاف منه، ويضمن ولاءه 100%. كان صاحبه وصديقه الصدوق، مستحيل لا كيروف نفسه ولا الناس اللي حواليهم يشكوا انه ستالين ممكن يغدر بيه، لكن ستالين كان لازم يتخلص من كيروف لانه مهدده ممكن ياخد منه السلطة. ستالين استفتح The Great Purge عن طريق قتل كيروف والتخلص منه تماما. ثلاث مصادر بتحكي ثلاث حاجات، انه كيروف اتقتل في الكرملين قصر رئاسة، لا ده اتقتل ضرب بالنار في الشارع، لا ضرب بالنار في مقر الحزب في لينينغراد. ايا كان، كيروف اتقتل على ايد شاب من الحزب اسمه ليوناد نيكولاف. طيب مين اللي قال انه ستالين ورا مقتل كيروف؟ نيكيتا خورتشوف سنة 1956 في مؤتمر الحزب رقم 20، هو اللي قال انه جوزيف ستالين ورا مقتل سيرجي كيروف، وهو اللي امر بقتله بالنار. تم اعدام 13 واحد، من ضمنهم اللي هو الشاب اللي ضربه بالنار اللي هو اسمه
نيكولاف. طيب ستالين بقى مش هعمل المجهود اللي النازيين عملوه ده، جو جوبلز ده مجهود رهيب، نطلع جواب من الرئاسة بالتأييد وبعدين مجلس الشعب نأيد وندي خطابات، واحنا كان لازم نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا وشرب ايه، وكانوا هيقتلون. مجهود رهيب. لا 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 لا، احنا بننام بدري يعني، اعملوا انتوا المجهود ده، انا سفاح مش محتاجة عن الحاجات دي خالص. فتكنيك بتاع ستالين ان هو كان بيلبس ده طاقيه ده، وانت اللي قتلته وهم اللي قتلوهم وكده بقى، وده عم ده وكده. وبعدين لما كان بيحتار في الامر كان بيقتل عادي وبعدين يقول مات في ظروف غامضه. طبعا احنا عارفين مين الغامضه، او بينتحروه ويقولوا ان هو انتحر. فهو مش هيدي مبررات كتيره للشعب اساسا، مش مهتم، ده اله له الاراده والمشيئه كلها. بس يعني ايه، علشان الصحافه العالميه ولانه كان بيعمل مؤتمرات بيزف بيها المتهم، فبس عشان تجميل الصورة احنا هنقول انه ده اللي قتل ده وحاجات كده. طيب بعد كيروف في لف كامينيف ودينوفيف، دول برضو يعني ناس كده اشداء من وقت الثورة ووقت لينين، وكان يعني اللي بينوب عن لينين وكده. كلمهم ستالين، جابهم قبض عليهم طبعا، يعني ما جوش بكامل ارادتهم يعني بشكل كده ادمي، لا طبعا قبض عليهم. اخير عايز ايه؟ امورنا. كيروف صاحبي عشرة عمري اتقتل، الله يرحمه، احنا زعلانين بالظبط زيك. وانا عدمت اللي قتله، هو الشاب اللي اسمه نيكولاف ده. تمام، برافو عليك. انتوا كنتوا عايزين تقتلوني انا، وكنتوا ضدي، وكنتوا عايزين تتخلصوا مني وضد حكمي وضد الدوله الستالينيه، لكنها جت في كيروف، فانا هاخد حقي وحق كيروف. انت مجنون؟ هنقتل كيروف ليه يعني؟ ليه؟ ما انا اللي كنت مقصود، كنتوا عايزين تقتلوني انا، وانتوا كده اعداء الدوله وخونه وجواسيس ولازم احاكم. انت مجنون؟ احنا زملاء يعني، احنا انت مش في مكان اعلى مننا، احنا زينا زيك يعني، احنا كلنا كنا تحت جناح لينين، فانت اكيد مجنون. طب انا هقول لكم على حاجه، وهنعمل ديل، احنا هنجيب صحافه محليه وعالميه وهنعمل مؤتمر ومحاكمه، وهتعترفوا قدام الناس اللي انتوا اللي قتلتوا كيروف، ومش هاجي جنبكم ولا همس شعره منكم خالص. لا طبعا مش هنعمل كده، انت مجنون، هتعملوا اللي انا بقول عليه كان بها ومش هاجي جنبكم خالص، تثقوش فيا ولا ايه؟ مش هتعملوا، اشك ان اهلكوا هيكونوا في سلام وامان. ستالين طول الوقت كان بيضغط على الشخص باهله، فطبعا دي بتبقى نقطه ضعف، انه هضحي بنفسي ولا باهلي؟ لا طبعا اضحي بنفسي احسن. وبالفعل اللي هو خطط له حصل، وحصل المؤتمر والمحاكمه دي كانت مذاعه على الهواء، والاعلام كله كان بيسجلها وحاضرها، الاعلام العالمي فعلا اعترفوا على نفسهم علشان يفدوا اهلهم من بطش وشر. استمر The Great Purge، تطهير العظيم، من سنة 1936 ل 1938. يعني هو في ناس تقتلت بعد 38، يعني مثلا تشوتسكي كان سنة 40 عادي يعني، بس ما علينا. التاريخ بتاع The Great Purge من 36 ل 38. مكتب السياسي بولت بيورو كانوا 45 عضو، اتصفوا ل 11 في The Great Purge. يعني طبعا سعداء الحظ 11 دول ان هم نفدوا، فاهمه وسابهم ليه؟ ما كان يخلص عليهم، بس تقريبا خاف يبقى في المكتب السياسي لوحده، هيحضر المؤتمرات لوحده وكده. طيب محتوى The Great Purge عاده بيبقى ايه؟ بنقول اسم الشخص ومات ازاي وسنه كام، اسم الشخص ومات ازاي وسنه كام. ممكن نبقى نحطها في المصادر اللي عايز يشوف اكتر او عايز ياخد معلومات اكتر. لكن نكمل سلسله فكره انه ستالين مش بس بيموت اعدائه، مش بس بيموت الناس اللي هو مهدد منهم، بيموت صحابه، بيموت كلابه الاوفياء. يعني فكرة انه شخص كده يكون عارف معلومات كتيرة دي بتكون مقرقة ستالين، فلازم يتخلص منه، اللي هو لا انت هتفضل عايش معايا وعارف سري وعارف انا قتلت مين وخططت وعملت واذيت مين وازاي، ده مش في مصلحتي خالص، لانه ما كانش بيثق في حد. بكرين المؤرخ اللي كان بيقول ان هو كان واثق في هتلر، ستالين ما كانش بيثق في حد، فكان بيتخلص من كلابه الاوفياء لما يخلصوا المهمه بتاعته. يعني مثلا عندنا شخصيه شهيره جدا، رئيس الان كي بي دي جودا، ده شخص مهم جدا لانه كان ماسك الجولاك، كان مسؤول عن تعذيب العمال في الجولاج، وهو اللي كان مسؤول عن مقتل لاف كامينيف وزينوفيف. فمهم، راجل مهم، رئيس البوليس السري، لكن كان عنده معلومات كتيرة جدا. فستالين استنى كده ياجودا يخلص كام مهمة، وراح فجأة تم القبض على ياجودا ومحاكمته. هو اتشال من منصبه سنة 36 واتحاكم 37. ناخد بقى عندنا تخابر مع فرنسا، فساد إداري، صور وأفلام فاضحة. ايه تاني؟ بيعمل لصالح حاشية القيصر. احنا بنتكلم دلوقتي في 37، يعني ستالين بيحكم بشكل فعلي من 29، يعني القيصر ايه ده؟ وقف ياجودا يتحاكم، رئيس البوليس السري بيتحاكم سنة 37، وفي هستيريا وعياط وذل ومحايلة
يجودة لستالين ان هو يعفي عنه ويسامحه ويطلق سراحه، ويعني حاجة بيحكى يعني انه كان منظره مأساوي جدا من رجل يعني رئيس البوليس السري للانكسار والذل والمهانة اللي هو كان فيها وقت المحاكمة. وستالين كان منتشي جدا مبسوط كده ويعني مبتسم وعنده سلام نفسي داخلي غريب قوي. تم اعدام يجودة سنة 38. سنة 1988 تطلع محكمة روسية بيان بتؤكد ان كل الاتهامات اللي توجهت ليا جودة كانت باطلة وغير حقيقية بالمرة، وتم اعدامه ظلم ومفيش حاجة مثبوتة عليه. ولان الانسان بطبعه طماع وساذج وعبيط، فيجي بعد يا جودة في رئاسة البوليس السري نيكولاي يازوف الملقب بالقزم الدموي. الراجل ده كان عنده تارجت عشان يعجب ستالين كده ويمزجه، ان هو يقتل 1500 بني ادم في اليوم الواحد. انا لو منه هجري يعني بعد اللي هنشوفه في يا جودة ده، انا اكيد هتجري. هتقول لي لا ده بالتعيين ولازم وده امره، اجري اهرب يعني ما هيحصل لك ايه. بس يازوف كان عنده عطش للدم وكان عايز يحط بقى يبين نفسه انا قد ايه جامد وعندي تارجتس وهموت الناس. وبعدين كرييتيف فنان بقى، بدا ان هو يصمم الخليه الزنزانه بحيث انه الاعدام يحصل سهل والدم يكون سهل غسيله، يعني يقتلوا الشخص وبعدين يروحوا شايلين الجثه ويغسلوا بسرعه. عمل ديزاين، كرييتيف ديزاين للزنزانة لسخرية القدر وعدالة السماء انه يازوف يتم اعدامه بالزنزانة اللي هو صممها بعده على طول. الراجل ما اخدش يعني، هو بس عمل شوية تارجت وقتله ناس كتيرة وعمل بلبلة وحاجات كده وكان دموي جدا بشع يعني، وفي الاخر مات زي جودة بالظبط اعدام في الزنزانة بدع كرياتيف ديزاين بتاعه. والله ما حد هيتعدم غيرك فيه علشان تحس بالنشوة، وشالوا الجثة وغسلوا الدم بسرعة جدا زي ما هو كان مخطط بالظبط. عين في صورة متداولة على الانترنت كده جايبين ستالين واقف وجنبه شخص وبعدين الصورة بتشال منها الشخص، فبيتريقوا يعني انه ستالين استخدم الفوتوشوب قبل اختراع الفوتوشوب. اللي كان واقف جنبه ده كان يازوف. ستالين كان عنده حاجة غريبة جدا، ان هو مش بس بيكتفي بقتل الشخص، هو بينفي يعني بيقطع كل السجلات واسمه واي حاجة تذكر فيها وبتاع، بحيث ان هو ايه يعني ربنا خلق الانسان ده وعمله بني ادم منافق فيه روح، هو بيلغي اثر هذا الشخص من على الكوكب. هو ما جاش، ربنا ما خلقوش اصلا. فكان من ضمن الحاجات دي ان هو شال يازوف من الصورة علشان ما يثبتش وجوده ده. يا جماعه ما تخلقش، لا كان في واحد هنا اسمه يازوف، لا لا تهيؤات عنده، ما تخلقش اساسي تهيؤات معه مني. ندخل على 1940، قتل تروتسكي يعني اتحكت 9000 مره تقريبا في المحتوى، قتل تروتسكي ومش يسكت يعني مش تقتله في صمت وخلاص ما انت وصلت لهدفك، لا ازاي احنا نكتب مقال للجورنال ونسميه The Death of an International Spy، مقتل الجاسوس الدولي. وبعدين ايه مش احنا لتنا خالص، لو حد جايب بسيرتك حد شك فيك، ما كانش على ايامكم السوشيال ميديا ما تسكت، لا لا لا. قتلوا تلامذته الجواسيس بتوع فرنسا والمانيا واليابان، وانقلب السحر على السحر، واللي هو علمه للعيال الصغيره دي هم عملوه فيه ان احنا تخلصنا منه وانه ده من شر اعماله. يعني كان بيحاول يقنع الناس انه ما تزعلوش على تروتسكي، لحسن حد يزعل على تروتسكي تبقى مصيبه، فلا ده انترناشنال سباي، جاسوس دولي وراجل وحش كده. على سبيل برضو مثال كده، واحد قتله برضو كاتب، راجل مسالم ملوش اي علاقه باي حاجه وقاعد في بيتهم يعني ملتف بالكتب وبيشرب هوت شوكليت بالليل. طلب منه انه الاول يكتب مقال او مقالات يعني بيربط ما بين ستالين ولينين، طبعا عشان شعبيه لينين الناس بتحب لينين، ففكره انه ستالين يربط نفسه بلينين في اللاوعي عند الناس يعني انه هياخد محبه لينين شعبيه لينين. وبعدين طلب منه حاجه ثانيه، ان هو يبتدي يعمل حملة تشويه لكامينيف وزينوفيف، خلاص يعني مش عايزين الناس تفتكرهم بأي حاجة حلوة، يعني ان احنا نطلعهم بقى خونة وحشين وشخصيات بغيضة وذهبوا الى الجحيم وغاروا في داهية فطبعا هو بيبقى البروباغاندا والكتاب والصحفيين هم اللي بيعملوا اللقطة دي. فماكسيم جوركي هذا الكاتب اللي كان في حاله جدا رفض، يعني انا صوت الضمير الحي وانا راجل يعني كلامي سيف ومبتاع، مش هعمل كده، لا هربطك بلينين ولا هشتم في الناس اللي مات، خلاص انت قتلتهم عايز ايه تاني يعني. ماكسيم مات في ظروف غامضة برضه، متهور يعني كاتب متهور شقي جدا، ان هو انت بترفض حاجة لسه انت كويس تمام، فهو مات في ظروف غامضة. طيب اللي بعده بقى، انا بجيب لكم مقتطفات، هو كل ده احنا بنصب في قراءة شخصية ستالين يعني، تاني هو مش تاريخ
انه قتل مين فين والساعه كام وسنه كام وكده، على قد ما احنا بنشوف قد ايه الراجل ده كان صعب. ما علينا. المهم، معلوماتي عن حد عنده جنون عظمه او شخصيه نرجسيه مش بتروح لدكتور نفسي اصلا، لانه مش بيحس ان عنده مشكله. الناس كلها مجانين والناس كلها معتيه وهو تمام جدا طول الوقت. هتلاقي الضحيه هي اللي بتروح لدكتور نفسي، مش الشخصيه النرجسيه والشخصيه السامه والشخصيه اللي عندها جنون عظمه مش بيروح. ستالين راح، فما اعرفش ايه ده، عندي علامه استفهام يعني. بس هو تقريبا راح، ممكن يكون كان عايز مهدئ، حاسس ان موده مش حلو يعني، بيدردش مع الدكتور النفسي في حاجه يعني، بس مش رايح بنية ان هو حاسس ان عنده مشكلة وعايز يتعالج يعني ويتوب وكده، اكيد لا. فطلب من الدكتور النفسي ان هو يعمل له سايكو اناليسس. طبعا انا متخيلة التوتر اللي هذا الدكتور كان فيه، كمية امراض ملعب، احنا هنطلع بحاجات جديدة بقى على ايامه يعني. رجل على استحياء كده كتب له بارانويد، عارف، عملها كده غمض كده وعملها كده. وبعدين السايكو اناليسيس دي مفروض انه هي كانت في سريه تامه، ما حدش يعرفها غير ستالين والدكتور، فما فيش حاجه تقلق ستالين. فالراجل كتب ان هو بارانويد. طبعا بارانويا دي يعني اقل واجب عند ستالين، دي حاجه بسيطه قوي يعني، دي حسنه في وشه يعني. بقول لكم في امراض نفسيه اول مره اقرا عنها عند ستالين، فاللي هو بارانويا ده اكيد. ستالين اتأذى قوي، انت بتحللني، انا اله، انا ربك، انت مجنون ولا انت هتعمل فيها دكتور نفسي وتصدق نفسك؟ بارانويا، بارانويا يا عبيط، انت اتجننت اكيد. بارانويا ما عجبتوش، هو ما يعرفش ايه اللي حصل فيه بعد ما مات. فطبعا استشاط غضبا جدا ان الدكتور قال عليه عنده بارانويا، فالدكتور انتحروا برضه، مات في ظروف غامضه هو كمان. وبعدين بقى ايه، لغوا اسمه ولغوا اي سجلات ولغوا شطبوا اسمه من مجال الطب واي هيئه واي ابحاث هو عملها، ام لغوا مشوا يعني. راي محمود درويش كده، تنسى كانك لم تكن، يعني يشيل يزوف من الصوره، يشيل الدكتور من على وجه البسيطه، مش بيكتفي انه بيقتله ويدفن جثته، لا يا جماعه، تاني هو ربنا ما خلقوش اصلا. اخر حاجه ممكن احكيها لكم على ستالين يعني عشان نقفل قفله لذيذه، بعد كده هبقى احكي لكم الواقع بتفاصيلها، بس يعني هديكم كده جليمس صغير. ستالين مره خطف راجل علشان يعني يعملوا حاجة معينة، يعملوا مصلحة معينة، فبديهي جدا اهل الراجل هيقلقوا وهيدوروا عليه وهيبلغوا البوليس وبتاع، الراجل مخطوف، بديهي. المنطق بتاع الناس العادية بتاع الفيديو اللي فات بيقول انه طلع الراجل يطمن اهله، يقول لهم انا في اعاره يا حاجه، ابعت لهم جواب مثلا، يقول لهم انا حته في بعثه اي حاجه. ستالين قتل اهل الراجل عشان ما يعملوش قلق بقى ويبلغوا وكده. انتوا بجد هتدوروا عليه وتعملوا لي قلق ومحاضر والاقي البوليس بيدور على الراجل اللي بيعمل لي مصلحه؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ موتهم لي يا ابني كلهم، ما اسمعش صوت حد فيهم ولا حد يدور على التاني، ما تقرفوناش. فده ستالين، ده جوزيف ستالين. بس كده المحتوى بيخلص هنا. في الفيديو الجاي ان شاء الله هحكي لكم على موضوع لما هتلر صور ودان ستالين، وده هنربطه بايه برضو، في تفصيله كده جهنميه ستالين كان بيعملها يعني في سياسته، غريبه جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب يوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.